الفيديو جاهز، عايز اوري حضراتكم فيديو بيلخص الحديث اللي دار ما بين جمهور نادي الزمالك وشيكابالا اللي رد وقال للجمهور كلام وعدهم بالعوده باللقب وقال بالنص: بنشكركم على دعمكم الدائم للزمالك. سبق قبل كده حدث نفس الدعم منكم لينا في الكونفدراليه العام الماضي وكنا على قد يعني الاختبار، والجميع يظن ان الزمالك كان خارج البطوله لكن البدايه كانت منكم، واستطعنا الفوز على دريمز في غانا والعوده بالفوز. وقال كمان: الزمالك تعود على تخطي الصعوبات، واؤكد ان كل زملائي في الفريق في حاله تركيز تامه. هنحتفل باللقب مع بعض باذن الله. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع مره ثانيه. احنا وقفنا نفس الوقفه دي مع الرايفل دي، الماتش هنا 0-0، كل الناس بتقول الزمالك هيخطف، فالبدايه كانت من عندكم انتوا الوقفه دي، وقلت لكم ساعتها ان احنا الزمالك متعودين على الصعوبات، وهنروح هناك نكسب. المره دي بقول لكم بوعدكم الناس كلها مركزه، وان شاء الله برضه هنروح نكسب هناك وهننبسط ونفرح مع بعض ان شاء الله. البدايه بتبقى من عندكم. احنا وقفنا نفس الوقفه دي مع الرايفل دي، الماتش هنا 0-0، كل الناس بتقول الزمالك هيخطف، فالبدايه كانت من عندكم انتوا في الوقفه دي، وقلت لكم ساعتها ان احنا الزمالك متعودين على الصعوبات، وهنروح هناك نكسب. المره دي بقول لكم بوعدكم الناس كلها مركزه، وان شاء الله برضه هنروح نكسب هناك وهننبسط ونفرح مع بعض ان شاء الله. ويمكن ده كان جزء من الحديث، ويمكن ده كان جزء بسيط من اللي كان داير في القعده، ولكن تعال اقول لحضراتكم جمال جمهور نادي الزمالك اللي انا في الاول لازم اتكلم عليه وادي له حقه، وبعد كده هتكلم مع حضراتكم عن التمرين وعن كل حاجه ليها علاقه بالمباراه، وعندي رد قاطع على اي حد بيحاول يحط اسم نادي الزمالك في جمله ملهاش اي لازمه. مبدئيا جمهور نادي الزمالك كتب الرسالة الجميلة دي وراح لملعب حلمي زامورا، وقف اتكلم مع اللعيبة، وبنشكر يعني كابتن عبد الواحد ومجلس الإدارة وجوزيه جوميز على إن هم سمحوا للعيبة يقفوا الثلاث أربع دقايق دول قبل التمرين مع الجمهور. وكان الحديث زي ما حضراتكم شفتوه إلى أن فاجأ جمهور نادي الزمالك كل لاعبي نادي الزمالك ببوكس. بوكس عليه اسم كل لاعب، ويمكن هتظهر صورته دلوقتي على الشاشة، وجواه تي شيرت وكاب ومسج للاعب. يمكن دي ستوري منزلها ناصر ماهر على الاكونت بتاعه على الانستجرام وكاتب ثانك يو كورفاسود، وهو يعني جمهور نادي الزمالك ومدرج نادي الزمالك في التالتة يمين بالكامل. وانا بقول لحضراتكم البوكس ده جواه ايه؟ جواه تي شيرت مكتوب عليه كورفا سود والكاب، ومسج مبعوتة للاعب بعينه. يعني هتلاقي بوكس لكابتن شيكابالا وفي مسج لكابتن شيكابالا، وبوكس لكونراد مشلاك اللاعب الوافد الجديد وفي مسج بلغته عشان يقراها ويفهمها، رسالة موجهة من كل عائلة نادي الزمالك لهذا اللاعب. أنا ما شفتش في حياتي جمال وحلاوة وابتكار زي كده. وزي ما قلت لحضراتكم، المباراة الأخيرة لنادي الزمالك في الكونفدرالية في استاد القاهرة بدون جمهور، الجمهور عايز يدعم، الجمهور عايز ينسى كل المشاكل اللي بنعدي بيها وكل الأزمات والصفقات وكل الانتقادات والسوشيال ميديا، وعايز أقول للعيبة إن إحنا في ظهركم أيا كان مين موجود وأيا كان مين مشي. بكل تأكيد حالة الترابط والعائلة زي ما كان في نص الحديث ما بين جماهير نادي الزمالك واللاعبين هتكون عامل مساعد بإذن الله، بإذن الله على تحقيق اللقب إن شاء الله يوم الجمعة. شيكابالا جماهير الزمالك قال لهم: البداية دائما في تحقيق البطولات من عندكم أنتم، ونعدكم بالسوبر.